طب احنا لو في عمليات جراحيه تمام ومع تطور الابحاث والعمليات تمام نقلنا قلب من شخص لشخص تاني تمام بتنتقل معاه بقى العواطف و حلو بقى كده. انت دخلت في حتت يعني جامده. زمان كانوا يقولوا لا هو القلب ده ايه، حته لحمه، نقلت ايد لايد، نقلت ودن لودن، انا مالي انا تتنقل ولا يتنقل حاجه يا عم، ده حته بتاع في بتاع. لا، طلع ان القلب له وظائف اخرى غير انه حته مضخه. احنا لو شلنا القلب وحطينا مضخه صناعي وقد تم هذا، وشلنا القلب خالص ورميناه، يموت الانسان، لدرجه ان كل العمليات اللي فيها قلب صناعي بنسيب القلب بتاع ربنا جوه. صحيح مش بيدق او بيدق بالراحه قوي والمكنه التانيه شغاله اللي هي المكنة الصناعية المعدنية دي، بس هو موجود لأن لقوا فيه خلايا عصبية، ولقوا فيه اتصال بالمخ، ولقوا فيه حاجات أكتر بكتير من إنه مجرد بيضخ دم، مش مضخ الدم بس. بس عشان كده، عشان كده الواحد إحساسك وشعورك لما يتغير تتغير دقات قلبك ويتغير الريتم بتاعك. معنى كلام حضرتك يا دكتور مثلا ما دام متصل بالعقل ممكن يكون في ذاكرة داخلية للقلب؟ وهذا صحيح كتير قوي على فكرة. يعني مثلا كنت في مستشفى رويال برومتون مرة في إنجلترا، ففي قسم هناك لزراعه القلب، فبيجوا لنا العيانين عشان يتابعوا. فقعدت مره مع مريض من المرضى، فبقول لزوجته، بقول له انت لما عملت عمليه زراعه القلب ما سالتوش هو خد قلب من مين؟ هو كان واخده من حد متبرع من الهند. فسالته انت اتغيرت بعد العمليه؟ قال لي لا، هو ما يعرفش حاجه. فسالت زوجته قلت لها هو اتغير بعد العمليه؟ قالت لي اه اتغير جدا، كان انسان هادي كده ويقعد مثلا يسمع موسيقى هاديه، يقعد جنب الجنينه يتامل في العصافير. لا دلوقتي بقت الموضوع مختلف، بقى يقعد يسمع حاجات زعيق وضرب ويتفرج على افلام اكشن، كان يحب الاكل اللي ملوش طعم، دلوقتي بقى يحب اكل سبايسي وشطه. لما بصيت على الراجل الهندي ده لقيته كان بتاع اكشن ويحب مش عارف افلام وياكل اكل مشطشط ومش عارف، تغيرت حاجات كتير من شخصيته في شخصيه الراجل ده. وهذا حقيقي شفته انا بعيني، وده بيتم عليه ابحاث. بس المشكله ان فعلا معظم الابحاث اللي ماشيه في السكه دي هتخلينا نقول بقى ان الايات القرانيه اللي بتقول ان القلب بيتفكر ويتعقل صحيحه، فده مش عاوزينه قوي، نخاف منه قوي. فاهم اقصد ايه؟ انك تثبت حاجه لكن يقبل علم انه يثبت كده زي صلاه الفجر كده، فاهمني ازاي؟ سبحان الله. ففعلا القلب ليه وظائف تانية غير انه يضخ.